منها ما تكون في صالحه من حيث ظلم الرجل لها، سواء كان زوجا او غير زوج، وظلم المجتمع لها وظلم القانون لها، ومنها ما تكون ناشئا منها هي نقاط ضعف فيها، كعدم التفقه بل عدم التدين وحب الدنيا والمنافسة فيها، وكعدم الحجاب والاختلاط بين الرجال على الدوام وفي كل المناسبات، وكعدم حسن التصرف من المرأة تجاه زوجها وتجاه أولادها وذريتها، وكذلك سوء تربيتها لهم، مع أنها العنصر الأهم في تربية الأطفال بطبيعة الحال. الرجال شي يسوي؟ يعوف يروح إلى دكانها ووظيفتها وتجارتها وعمل أي شيء كان. تبقى المرأة بالبيت ويا أولاد الصغار، من هو الذي يكون المربي الحقيقي؟ إنما هو المرأة. فإذا كانت المرأة ما فاهمة أصلاً لا دين ولا دنيا، إذا يطلعون كل ذريتها لا دين ولا دنيا، هي هاي زين؟ من الذي يرضاه؟ الله ورسوله أو المؤمنون؟